بلا توقف يستمر الغزاويون في تحركاتهم الرافضة لخطة الضم الإسرائيلية وجميع مشاريع إنهاء قضيتهم العادلة، مؤكدين أن المؤامرة لن تمر طالما جميع الفلسطينيين يرفضونها. إلى إدارة ترامب، إلى بومبيو، إلى نتنياهو، إلى جينتس، عليهم أن يدركوا تماما بأن الشعب الفلسطيني بنسائه، برجاله، بشبابه، بأطفاله يرفض مخططات الضم. نحن اليوم أمام طريق طويل يقوم على وضع استراتيجية تقوم على تطبيق قرارات المجلس المركزي والمجلس الوطني الفلسطيني بسحب الاعتراف بإسرائيل. التمسك الفلسطيني بخريطة فلسطين التاريخية يأتي في ظل اشتداد محاولات سرقة أرضهم، سرقة تقول المقاومة إن الفشل هو مصيرها. هذه الفعاليات تأتي للتأكيد على رفض هذه المؤامرة وأن شعبنا الفلسطيني بكل قواه وبكل الفعاليات الشعبية وحتى العسكرية أصبحت جاهزة لمواجهة هذه المؤامرة. المعركة مفتوحة ومسماة متواصلة على كافة الجبهات، مطلوب من جماهير شعبنا الفلسطيني أن تتحارك في كل الساحات، ولكن مركز الانتفاضة يجب أن يكون في الضفة الفلسطينية والقدس. القانون الدولي. وتتصاعد الدعوات إلى تكثيف التحركات الشعبية ولا سيما خلال الأيام المقبلة، وصولا إلى ما تقول الفصائل إنها انتفاضة فلسطينية ثالثة. المطالبات الفلسطينية بخطوات عملية تجاه إفشال مخطط الضم لا شك في أنها تبدأ بتحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسامات والاصطفافات وصولا إلى حشد المواقف الدولية الرافضة لخطط تصفية القضية الفلسطينية. أحمد شردان، غزة، الميادين.